السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا سنة أولى عاملين ايه؟ النهاردة هناخد درس جديد اسمه الأطوال. الأطوال يا سنة أولى عندي وحدات قياس الأطوال المتر والسنتي، عندي وحدات قياس الأطوال المتر والسنتي. المتر بقيس بيه الأشياء الطويلة، المتر بقيس بيه الإيه؟ الأشياء الطويلة، والسنتي متر بقيس بيه الأشياء القصيرة. يعني إيه مثل الكلام دوت؟ فاكرين يا سنة أولى لما كنا بنروح مع ماما زمان ونشتري ماما تشتري قماش، مش الراجل كنا بنلاقي الراجل وهو بيقص لنا القماش او بيجي يقيس لنا القماش كان بيقيسها لنا بعصايه طويله، دي اسمها المتر، دي اسمها ايه؟ المتر. وعندي سنتي متر يا سنه اولى، شفتوها؟ ايوه دي اللي انا بشوفها عند الراجل بتاع القماش اللي بيقيس بيها القماش، دي اسمها ايه؟ المتر. المتر ده بقيس بيه الاشياء الطويله، بقيس بيه الاشياء ايه؟ الطويله. وعندي المسطره اللي احنا كلنا عارفينها، بقيس بيها ايه؟ السنتيمتر، بقيس بيها ايه؟ السنتيمتر. يبقى العصاية الطويلة اللي هي بتمثل لي المتر دي بقيس بيها الحاجات الطويلة، زي ايه يا مس؟ زي الباب، زي الشباك، زي طول الفصل، زي طول المبنى بتاع المدرسة، زي طول المبنى بتاع البيت بتاعي. طب السنتيمتر يا مس هقيسه بايه؟ هقيس بيه ايه؟ الحاجات القصيرة. زي ايه؟ زي القلم. القلم يا سنة أولى ينفع أقيسه بالمسطرة؟ بالمتر؟ لا، هقيسه بإيه؟ بالسنتيمتر. الممحال، الممحال هي الأستيكة، هقيسها بإيه سنة أولى؟ بالسنتيمتر. الممحال سنة أولى وهقيسها بإيه؟ بالسنتيمتر. يبقى أنا كده اتفقنا إن المتر هقيس بيه الحاجات الطويلة والسنتيمتر هقيس بيه الحاجات القصيرة. يعني مثلا قلنا طول المبنى بتاعي المدرسه بتاعي هقيسه بالمتر ولا بالسنتي؟ هقيسه بالمتر. ليه يا مس؟ عشان هو من الاشياء الطويله. طول الفصل هقيسه بايه؟ هقيسه بالمتر. ليه؟ عشان هو من الاشياء الطويله. طيب لو قلت لك طول الكراسه هقيسها بالسنتيمتر، برافو عليك يا سنه اولى. ليه؟ عشان هي من الاشياء القصيره. طول الكتاب هقيسه بالسنتيمتر، برافو عليك يا سنه اولى، علشان هو من الاشياء القصيره. طيب نيجي بقى يا سنة أولى، إحنا عايزين نعرف المتر فيه كام سنتي؟ المتر فيه 100 سنتي، المتر فيه كام؟ 100 سنتي، المتر فيه كام؟ 100 سنتي. النص متر 50 سنتي، النص متر 50 سنتي، طب الربع متر 25، الربع متر 25، طب التلات أرباع متر يا مس؟ التلات أرباع متر يا مس دي؟ التلات أرباع متر دي بتنقسم إلى 2، يعني الربع متر زائد النص. طب الربع متر بكام يا مس؟ ب 25 زائد النص متر انا عارفاه بكام؟ ب 50. النسب دي يا سنه اولى لازم تتحفظ زي اسمي. النص متر بكام؟ ب 50. تعالوا نجمعهم، 5 و0 5 و2 و5 7. يبقى نسبة التلات أرباع متر جت من هنا، يبقى التلات أرباع متر بتساوي ربع متر زائد النص متر اللي هما بيساوي 75 سنتي. المتر يا سنة أولى بيحب بيه المئات، المتر بيحب بيه المئات، يعني أنا لو جيت قلت لك 2 متر فيها كام سنتي؟ إحنا اتفقنا وقلنا إن المتر بيحب بيه المئات، الاتنين تنزل في بيت المئات بكام؟ إحنا قلنا عمو المئات راجل كريم خالص بيدي العدد صفرين، بيدي العدد كام يا سنة أولى؟ صفرين، يبقى الاتنين متر بكام سنتي؟ ب 200 سنتي. طب لو قلنا 7 متر ب 700 سنتي، برافو عليك. ليه؟ لأن قلنا المتر بيحب بيت المئات، وعمو المئات يدي العدد صفرين، عمو المئات يدي العدد صفرين، يبقى 7 متر ب 700 سنتي. طب 5 متر 500 سنتي، 9 متر 900 سنتي. طب لو جيت قلت لك 3 متر ونصف بتساوي ايه سنة أولى؟ عندي طريقتين عشان أحل المسألة دي، أول طريقة منهم التلاتة متر أنا هنزلها زي ما هي، التلاتة متر تخرج من بيتها بكام؟ ب 300، تخرج من بيتها بكام؟ ب 300، عشان إحنا قلنا عمو المتر بيحب بيت المئات، فتخرج من بيتها ب 300، ويعني زائد، واللي بعد واي ينزل زي ما هي. طب نصف، نون صادفة، نص دي يعني إيه يا مس؟ أنا شاطر وحافظ، حافظ النسب، النص متر يعني كام؟ يعني 50 سنتي. طيب انزل اللي بعد واي ينزل زي ما هو، بقت عندي مساله جمع عاديه، احاد مع احاد وعشرات مع عشرات، صفر وصفر هو الصفر،
صفر وخمسة هي الخمسة، والتلاتة مش معاها حاجة تنزل زي ما هي. بقى عندي 300 زائد 50 بيساوي 350 سنتي متر. في طريقة تانية علشان أحلها، التلاتة متر دول مش أنا عارفة إن المتر بيحب بيت المئات، هنزلها في بيت المئات من غير وقدامها إيه؟ الصفرين، أو من غير ما أحط قدامها الصفرين، عارفة إن النص متر بخمسين هحطها إيه؟ قدامها في بيت الأحاد والعشرة. في طريقتين حل بالطريقة اللي تريحك. طيب يلا بقى نحل يا سنة أولى. السؤال بيقول لي إيه؟ أكمل. 9 أمتار بيساوي كام سنتي؟ إحنا متفقين إن المتر بيحب بيت المئات، وعمرو المئات راجل كريم بيدي العدد صفرين، يعني التسعة متر بتنزل بكام؟ ب 900. برافو عليكم يا سنة أولى. طب التلات أمتار فيها كام سنتي؟ 300. برافو عليكم يا سنة أولى. 7 أمتار، ايه ده؟ هو جايبها لي بالعربي؟ اه ايه المشكلة؟ مش انا عارف واخد الارقام بالحروف س ب ع ت مربوطة 7، يعني كأنه بالظبط بيقول لي 7 امتار فيها كام سنتي؟ اهو 7 امتار. اللي مش عارف او خايف يتلخبط هيحلها يكتبها بالارقام، 7 امتار فيها كام سنتي؟ 700. طيب عندي 6 امتار وربع، ر ب ع ربع، طبعا احنا كنا واخدينها في الكسور، ر ب ع ربع. ربع متر اللي هو كام يا سنه اولى؟ احنا عارفين وكنا واخدين النسب اللي لسه قايلين تتحفظ صم زي اسمنا، الربع متر بكام؟ ب 25. وقلنا في طريقتين عشان احل المساله دي، اول طريقه منهم هحلها مساله جامعة عادية، الست امتار هفكها، الست متر تخرج بكام؟ ب 600، و يعني زائد، واللي بعد و تنزل زي ما هي، بعد و كام؟ 25. احد مع احد وعشرات مع عشرات ومئات مع مئات، صفر وخمسه هي الخمسه، صفر واتنين هي الاتنين، والسته مش معاها حاجه تنزل زي ما هي. بقى عندي 6 امتار وربع ب 625 سنتيمتر. الطريقه الثانيه ان انا هاجي الست امتار تخرج في بيت المئات، ليه؟ عمو المتر بيحب بيت المئات، هنزلها كده في بيت المئات وقدامها الاحد والعشرات فاضي. طب اللي بعديها الربع كام؟ ب 25، ينزل في بيت الاحد والعشرات، هي هي. حل بالطريقه اللي تريح. نيجي للمساله اللي بعدها، 3 امتار و 35 سنتي. يلا 3 امتار، اتفقنا 3 امتار بكام؟ ب 300، و يعني زائد، واللي بعد و ينزل زي ما هو، هنزل الخمسه و30، هجمع صفر وخمسه هي الخمسه، صفر وتلاته هي التلاته، والتلاته مش معاها حاجه هتنزل زي ما هي. بقى 3 امتار و35 سنتي بيساوي 335 سنتي. طيب نيجي للي بعديها سنه اولى، متران. متران ونصف. متران يعني ايه سنه اولى؟ الف ونون يعني اتنين، الف ونون يعني اتنين. مش احنا بناخد في العربي الف ونون يعني مثنى، يعني حاجتين، يعني لما يجي يقول لي متران كانه بالظبط بيقول لي اتنين متر، كانه بالظبط بيقول لي اتنين متر. طيب اجي بقى احلها سنه اولى، اتنين متر احنا عارفين الاتنين متر يطلعوا بكام؟ يطلعوا ب 200، و يعني زائد، واللي بعد و ينزل زي ما هو، قلنا نون صاد ف نصف. طب النص متر بكام؟ نص متر بكام؟ ب 50 سنتي. واجمع صفر وصفر هو الصفر، صفر وخمسه هي الخمسه، اتنين مش معاها حاجه تنزل زي ما هي، يبقى متران ونصف ب 250 سنتيمتر. طيب نيجي مساله ثانيه سنه اولى، عندي سؤال تاني بيقول لي 725 سنتيمتر. هنا بقى يا سنة أولى هو جايب لي السنتيمتر وعايزني أحولها، أطلع منها المتر والسنتيمتر، فوق كان بيجيب لي المتر وعايزني أحولها لسنتيمتر، هنا جايب لي العكس، هنا مديني الأرقام بالسنتيمتر وعايزني أطلع فيها كام متر وكام سنتي. طيب أعملها إزاي دي يا مس؟ سهلة خالص، مش أنا عارف يا مس إن المتر قلنا بيحب بيت المئات، هجري عند بيت المئات، واقف فيه كام؟ واقف فيه 7. بيت المئات واقف فيه كام؟ واقف فيه 7، هنزلها جنب المتر، هنزلها جنب المتر. طيب والأحد وعشرات تنزل فين؟ في بيت السنتي، الأحد والعشرات فيه كام؟ في 25، يبقى أنا عندي 725 سنتي فيهم 7 متر و25 سنتي. تانية سنة أولى، قلنا المتر بيحب بيت المئات، هجري أبص مين اللي واقفة في بيت المئات؟ السبعة تخش جوه في بيت المتر، ومين اللي واقفة في بيت الأحد والعشرات؟ الخمسة وعشرين تخش في بيت السنتي متر.
نيجي لتاني سؤال بيقول لي ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي. إحنا متفقين إن في سؤال ضع علامة، قبل ما أحط العلامة لازم أحل الأول. هحل إزاي؟ هخلي الجنبين دول شبه بعض، يعني هنا سنتي أنا هخلي برضو هنا زيه سنتي. هنا مديني إيه؟ 325 سنتي متر، وهنا مديني 3 أمتار وربع. طيب يلا فكي دي عشان أخليها بالسنتي متر زي التانية. 3 أمتار، قلنا ال 3 أمتار بكام؟ أنا هحلها بالطريقة التانية اللي هي أنا هفك في بيت المئات. 3 أمتار تخرج في كام في بيت المئات؟ ب 300 من غير الصفار. والربع اللي هو بكام؟ 25 سنتيمتر. هنا عندي 325 وهنا عندي 325، هحط إيه يا سنة أولى؟ هحط يساوي. طب أنا مش عارف يا سنة أولى هعمل إيه؟ اللي مش عارف يحلها على طول، أحد عشرات مئات، أحد عشرات مئات. تمام يا سنة أولى؟ دايرة على آخر رقم ودايرة على آخر رقم اللي هو بيت المئات. هنا 3 وهنا 3، هنا عندي 25 وهنا عندي 25، يبقى الرقمين زي بعض، هحط إشارة يساوي. طيب السؤال اللي بعد كده، طول القلم وطول المنزل. طول القلم يا سنة أولى بنقيسه بإيه؟ بنقيسه بالسنتيمتر. بنقيسه بإيه؟ بالسنتيمتر. طب وطول المنزل؟ بنقيسه بالمتر. طب هو مين الأطول، السنتيمتر ولا المتر؟ أو حاجة تانية، هو مين الأطول، طول القلم ولا طول المنزل؟ طبعا كلنا عارفين المنزل أطول من القلم، يبقى على طول السمكة تاخد إيه؟ طول المنزل. ولو حاجة تاني، السنتيمتر أكبر ولا المتر؟ المتر يا ماسي، يبقى على طول بق السمكة ياكل المتر. السؤال اللي بعد، 465 سنتيمتر و 645 سنتيمتر. قبل ما احط العلامه هعد الاول، احد عشرات مئات، احد عشرات مئات، دايره على بيت المئات ودايره على بيت المئات. هنا المئات فيها اربعه وهنا فيها سته، يبقى السمكه تاكل السته. هنا عندي متر وهنا عندي 100 سنتي. طيب مش احنا اتفقنا يا سنه اولى قبل ما احط العلامه لازم اخلي الجنبين شبه بعض؟ طيب انا هفك المتر ده لسنتي زي ده. طب هو المتر احنا خدناه، المتر فيه كام سنتي؟ المتر فيه 100 سنتي. هنا 100 وهنا 100، حط علامة يساوي. طيب نيجي للسؤال اللي بعد كده، نصف المتر. نصف المتر احنا خدنا نصف المتر يعني ايه؟ نصف المتر فيه كام سنتي؟ 50 سنتي. وهنا عندي 35، عندي هعد الاول، احد عشرات وهنا احد عشرات، دايرة على بيت العشرات، دايرة على اخر بيت اللي هو بيت العشرات. عندي هنا 5 وعندي هنا 3، بق السمكة ياكل الخمسة. نيجي للسؤال اللي بعد كده، إذا كان طول أسماء 175 سنتيمتر وطول محمد 150 سنتيمتر، عايزة الأطول، عايزة مين يا سنة أولى؟ الأطول. مين الأطول فيهم؟ طول أسماء ولا طول محمد؟ مين الأطول يا سنة أولى؟ تعالوا نشوف. عندي أول حاجة هعد، أحد عشرات مئات، أحد عشرات مئات، دايرة على بيت المئات. عندي هنا واحد وهنا واحد، طب هما الاتنين زي بعض يا مس؟ لا انا هشوف، ما تسرعش، هبص بره الدايره، هبص بره الدايره. هنا عندي 7 وهنا عندي 5، او هاخد الاحد والعشرات مع بعضها. هنا عندي 75 وهنا عندي 50، مين اللي اطول؟ ال 175 اللي هو مين؟ طول اسماء. يبقى انا هكتب في الاطول طول اسماء واكتب جنبيها طولها اللي هو بيساوي 175 سنتيمتر. نيجي بعد كده يا سنة أولى، مسألتي خلصت؟ لأ، لسه عايز مني إيه؟ مجموعهما. مجموعهما يعني إيه؟ يعني بجمع. بجمع إيه؟ عايز مني هجمع طول أسماء مع طول محمد. عندي طول أسماء كام؟ 175، وقلنا مجموعهم يعني بجمع. طول محمد كام؟ 150. همشي المسألة واحدة واحدة، أحد مع أحد، 5 و0 هي الخمسة، أي حاجة زائد صفر تنزل زي ما هي. 7 مع الخمسة، العشرات مع العشرات، 7 و5، الكبير في مخي والصغير على ايدي، 7 في مخي وخمسة على ايدي، بعد 7 8 9 10 11 12 2، مش هحط ال 12 كلها، 2 والواحد يروح فين؟ عند الواحد، يكبر ويبقى 2، 2 زائد 1 3. 325 ايه يا سنة أولى؟ اتفقنا إن التمييز هو اللي جاب العدد، التمييز عندي هنا ايه؟ سنتيمتر، يبقى 325 سنتيمتر. عايز بعد كده الفرق بينهما، الفرق يعني بطرح، الفرق يعني بطرح، هطرح ايه؟ الكبير ناقص الصغير، مين الكبير عندي؟ ال 175
ناقص المية وخمسين. يلا إشارة ناقص بتقول اللي جوه عالق ضيق وبشيل منه اللي بره. طلع خمسة على إيدي، شيل منها صفر يتفضل خمسة، أي حاجة ناقص صفر تنزل زي ما هي. سبعة ناقص شيل منها خمسة، طلع سبعة على إيدك شيل منها خمسة يتفضل اتنين. واحد ناقص واحد صفر، وصفر على الشمال ملهوش لازمة. 25 سنتي متر.